بالإشارات يتكلمون، وبقلوبهم يفقهون، وفي أعينهم آمال بمستقبل منير. طلاب معهد الأمل للصم والبكم في السليمانية يواصلون تلقي دروسهم التعليمية رغم ضعف التمويل وغياب التجهيزات الطبية والتعليمية الضرورية لهم. هو للصم والبكم في السليمانية هسنا عندنا تقريباً 70 طالب وطالبة يعني بالمعهد يداومون. هذا العدد احنا نقدر نستوعبه هنا بالمعهد مالتنا، بس اكو مشكلة يعني عندنا طلاب الصم وبكم بالأطراف السليمانية هم محرومين من دراسة، لأن هذا المعهد الوحيد بالمركز يعني تابع للمركز والأطراف. إذا يكثرون بالمعاهد يكون أحسن، لأن هم هم ما يحرمون من الدراسة، ماكو مواصلات يعني يمكن يعني هم يقدرون يجون للمعهد. المشكلة الأخرى عندنا مشكلة المنهج، لأن هذا المنهج اللي إحنا درسه هنا بالمعهد نفس المنهج اللي الطلاب اللي يعني الاعتياديين بالتربية، لو يكون عندهم يعني منهج خاص لهم أسهل نقدر يعني نوصل اللي المواضيع لهم يعني بصورة أحسن. كل المعاهد العراقية للصف لحد صف التاسع احنا نحتاج يعني يكون يعني عندنا سيستم جديد حتى يعني نفتح إعدادية، بس لهذا يعني نحتاج إلى كادر يعني كوادر المعلمين يعني المدرسين اللي حتى يدرسون الإعدادية، نحتاج يعني أماكن مكان أكبر. معهد الأمل هو المعهد الحكومي الوحيد الموجود في السليمانية، يستقبل أكثر من 70 طالب وطالبة في الصفوف الابتدائية وحتى الصفوف المتوسطة. لم يحظى طلابه بفحوصات السمع الدورية إلا من بعض زيارات المنظمات الإنسانية. إن تقديم كل سبل المساعدة لهؤلاء الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من صميم عملنا كمنظمة إنسانية تعمل في إقليم كردستان مع توفير بعض المستلزمات التعليمية. زيارتنا اليوم هي دعم لمركز هيوا للصم والبكم وتقديم الدورات التعليمية الحديثة للطلبة، إضافة إلى فحصهم طبياً ومدى حاجتهم إلى سماعات الصوت الجديدة مع توفير بعض المستلزمات الطبية لهم. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المعاقين من شريحة الصم والبكم في إقليم كردستان العراق قرابة 8000 شخص، مصيرهم ما زال مرهونا بتطبيق فقرات قانون حق التعليم للمعاقين الذي شرع عام 2011 من قبل برلمان كردستان، وما زالت هذه الشريحة شبه محرومة من التعليم الجامعي والتعيين. بإشارة نحن نحبكم يطلقونها هؤلاء الطلبة الصم والبكم على أمل أن يكونون في المستقبل شيئا يذكر. من السليمانية، مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية.